أقامت شعبة المتفوقين في مديرية التربية وبالتعاون مع مركز الشهيد باسل الأسد للتأهيل والتدريب في اللاذقية اختباري قبول وتحديد مستوى لانتقاء أفضل 35 طالبا وفق آلية البحث العلمي، حيث تقدم للاختبار حوالي 150 طالبا إضافة ل80 منهم قدامى. آلية الاختبارات هي جديدة بالنسبة للطلاب، الطلاب انبسطوا فيها، بدنا نشوف النتيجة، بدنا نحن نعودهم انه يستخدموا اسلوب البحث العلمي بعيدا عن اسلوب انه حفاظ معادلة وجاوب عليها. نحن بدال الفريق عم نحضر عدة فرق صغار وكبار يكونوا يشاركوا بأبحاث علمية ويشاركوا بأمور تطبيقية للمركز، يعني نحن قريبا حتى رح نعمل معرض، رح يكون معرض على مستوى سوريا كلياته بيشاركوا فيه بالشغلات التطبيقية. هلأ الطلاب عم نحضرهم ليكونوا جاهزين لينحطوا بأي مسابقة مشان ما فجأة يعني يستغربوا أسلوب البحث العلمي وأسلوب الفيزياء التطبيقية اللي نحن ما تعودنا عليها بالمدارس. الأسئلة اللي نحن اليوم رح نختبرهم فيها هي أسئلة نوعية وغير مسبوقة، وبتحاول قدر الإمكان تشوف قدرات الطالب على البحث عن المشكلة المعروضة. قدمت على مركز الفيزياء لأنه أنا كان عندي كتير شغف بالفيزياء وحبيت أطور الشغف، والأساتذة اللي هون كتير قديرين وساعدوني بتطوير هذا الشغف. بلشت رحلتي بالفيزياء من سنتين من وقت ما سجلت بالأولمبياد وشاركت بجو البحث العلمي والمسابقات العلمية، فبعد حبيت اليوم أجي بكفي طريق اللي رسمته لحالي من سنتين أنه بدي أتابع بالفيزياء وبالمواد البحث العلمي الأساسية الرياضيات والفيزياء والكيمياء. جينا على المركز مشان نقوي روح التعاون بيننا كفريق ومشان نحقق طموحنا بأنه يكون لنا اسم بسوريا، والمركز كتير بيأمننا شغلات بالمستقبل، وهو بيعلمنا أهمية الفيزياء والكيمياء وهي إنه أساس كل شيء عندنا هون. جينا نشاركهم من شان تطوير المواهب الفيزيائية، إنه أنا بحب الفيزياء ومن شان إنه عندي طموح بهيدي الموهبة. سمعت إنه المركز له علاقة كتير بالفيزياء والكيمياء وتعمق بهيك شغلات، فحبيت أنا أتعمق بهالشغلات أكثر وأعرف، فتفاجأت إنه في مسابقات عالمية وهيك، حبيت هالشغلة من شان فينا بنفس الوقت غير إنه نحن بيطلع لنا اسم بسوريا فينا نرفع اسم سوريا بكل العالم. لهذه الاختبارات أهمية في تهيئة الطلاب للمشاركة بأي مسابقة عالمية وتنمية مهارة البحث عبر الإنترنت للمواد العلمية، إضافة لاختبار القدرات على البحث لحل المشكلات المعروضة والوصول إلى النتيجة الأفضل.